المنجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصناعة أنها أحصت توقف 83 معملا في العراق، وكانت شركة ديال العامة للصناعات الكهربائية قد أكدت في وقت سابق أن 3 معامل تابعة لها توقفت بسبب عدم وجود تخصيصات مالية. وذكر مدير الشركة عبد الستار الجنابي أن إنتاج هذه المعامل كان يتسم بالجودة العالية، إلا أن التطور الذي حصل في مجال صناعة السيارات وقدم مكائن معمل شمعات الإشعال أدى إلى توقف المعمل. قال مظهر صالح المستشار المالي ورئيس الحكومة الحالي أن الصين تعد المشتري الأول للنفط العراقي، حيث تستحوذ على ما لا يقل عن 40% من إجمالي صادرات العراق النفطية في الأسواق العالمية. وأضاف مظهر صالح أن متوسط القيمة النقدية لحساب الاستثمار ارتفع لأكثر من 45 دولاراً للبرميل المحدد بموازنة عام 2021، وأصبح الرصيد المضاف يتحرك صعوداً بالقيمة مع التطورات الإيجابية في أسعار النفط الخام المصدر بعد تخطيه حاجز 80 دولاراً للبرميل الواحد. تسببت أزمة ارتفاع أسعار البنزين بشل الحركة في محافظة السليمانية بعد إضراب سائقي النقل العام احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وتوقفت مركبات النقل العام عن الحركة في المحطات المخصصة، فيما تجمع سائقوها وسط المدينة احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين، فيما تجمع عشرة المواطنين في بعض شوارع المدينة بانتظار حافلات النقل العام. وسجلت أسعار الوقود ارتفاعاً جديداً، إذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن 1000 دينار بعد تراجع حجم الوقود المستورد من إيران. وكانت محافظة السليمانية قد شهدت في الشهر الماضي أزمة مماثلة قبل أن تنتقل إلى محافظات نينوى وبعض المحافظات الأخرى لتأخر صهاريج الوقود. أعلن سوق العراق الأوراق المالية عن تداوله 967 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1 مليار دينار عراقي خلال الأسبوع الماضي. وقال السوق إن عدد الأسهم المشترى من المستثمرين غير العراقيين بلغ 67 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 109 ملايين دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة 7 ملايين سهم بقيمة بلغت 35 مليون دينار. وأضاف السوق أن مؤشر الأسعار المتداولة أغلق على 592 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.03% عن إغلاقه في الجلسة السابقة. هذا وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات مع استمرار تعافي الطلب بعد جائحة كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتاً أو 1% إلى 85.73 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر منذ تشرين الأول من عام 2018. وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس كذلك بنسبة 3% على الأقل الأسبوع الماضي. وقال محللون أن من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود. وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً في الربع الرابع. أخيراً، قالت شركة أور العامة لصناعة القابولات والأسلاك الكهربائية إنها تواجه معوقات مقصودة من قبل وزارة التجارة في تصدير منتجاتها إلى خارج العراق. وأضافت شركة أور أنها سبق أن أبرمت مذكرات تفاهم مع عدد من الموردين لمنتجات الشركة في سوريا ولبنان، إلا أن تعليق موافقات التصدير من قبل وزارة التجارة عرقل من جانبه عملية بيعها خارج العراق. إلى اللقاء.